هاي، أنا لي فترة فاقد ظاهرة يعني مهمة والله العظيم. عيال الحواري وين اختفوا؟ ما عاد أشوف عيال حارة صدق، تطلع في شارعكم تلقى سواويك ما في، وين أول مباريات ويجون حارة يفرشون واحد في حارتكم لين يعود ضلر؟ الحين ما، والله العظيم أول تدخل في مباريات الساحة اللي قدام مسجد السانسيرو حق الحارة، جيك الكابتن حقهم رجله منتفخه من كثر الشراريب، ما ادري بيلعب في بلكه مفكوره، سوالفه مايله من العرق، قمه العطاء كان للحاره. بعدين كان الحواري فيها عادات وتقاليد والله، يعني مثلا يدخل واحد من حاره ثانيه لحارتكم بدري عليه بدرابيل في صدرك، دخل طيب دخل صدرك شارع ابوك هو، بس كان فيه يحافظون على الامن الحاره. يعني اوكي اعمال شغف حواري ثانيه يسوون، بس حارتهم لا. ولا شوف اذا جو يتبارون مع حاره ثانيه، الله مثلا جو حاره ثانيه لحارتكم بيلعبون مباراه، ولد الامام هو الحكم بحكم انه ذمه وضمير وكذا، ما ادري له وضع، بس كان فيه سيستم بالحاره. حتى الطقاق، الله يا الطقاق، اول عادي بكل أريحية تمر تلقى واحد مفلوق قاعد، يعني أوكي ده بس عادي تلقى ده المناظر طبيعية، كان يقوم يربط راسه ويلعب وهو توم منفرش ولا أحلى. خلص صلاة المغرب ريحة شراريب، توم لاعبين مباراة، الإمام يوزع على المصلين دبات أكسجين، حاليا العيال عندهم مباراة مع حي المحمدية وأبشرك فازوا، طيب ريحة خياس هنا اوكي لا يفوزون ابد، بس خلوا يغسلون رجليهم الله يحوم كبودهم. بس كان فيه يعني صار في مباراة كل الحارة تدري، يعني خطر الامام ما يعطيهم الخطة بعد صلاة العصر، الله يفيدكم. 5-3-2 5-3-2 الاظهرة ينطلق كل اللي ويدعي لهم، يعني الوضع يا القهر هنا يبادوا يلا.